طيب عنتر، بالنسبة لاستقدام المدرب منير زغدود اللي كان في الفريق من قبل أو عودة منير زغدود، كيف الأمور تمشي حاليا؟ كيف تشوف العمل تاعو في مدة 20 يوم تقريبا؟ يعني منير كنت نعرفه أنا شخصيا، لعبت مع منير في المنتخب الوطني، وإنسان عنده إمكانيات وإنسان عنده شخصية قوية، وحاجة أخرى هذه كتزيد لها يعني حتى الانصار يعني ما كانوش غالطين كي يشوفوا باللي احنا نقولوا له دائما كان يفو دي فيغور ديدنتيفيكاسيون. منير سي اون فيغور ديدنتيفيكاسيون كوم يا دي جوور كيما طارق كيما كيما حسين اشيو كيما زيري بلال اللي لعبت معاه في المنتخب، كي تهضر على دي جوور كيما هك يخرج تو سويت اسما. C'est des figures d'identification. Lyon, on a quelqu'un qui est compétent, qui est une figure d'identification, de l'Ansar, et on a un mot de la situation de l'Ansar. Le mot de l'Ansar, c'est que tous les Ansar sont au rang de l'Ansar. Je vais vous poser une question sur l'autre. Vous avez dit que vous n'avez pas été avec vous au début de la saison? تندم ولا ما تندمش، ما راحش تبدل المستقبل به، بس حاجه المهمه ونرجع ليها، قلت لك قبل ما نهضروا قلت لك حاجه انا اللي كانت صعيبه ليا، ان البدايه تاعي في العام اللي فات في افريل مي كي وقعت العقد تاعي مع اتحاد الجزائر كنت بعيد فعلا. وكما تشوفش حاجه على عينك مش كيف فعلا. الحاجه اللي تهمني درك ان وهذه الانصار لازم يكونوا عن بالهم، لان درك يوميا مساند منير باش ننجحوا مع بعض في المشروع تاعنا ان شاء الله. هنا طارق بوفليح يسال، طارق بوفليح يسال من الغرفه التقنيه، كيفاش لقيت المدرب اللي عرفته من قبل كلاعب؟ مادام انك لعبت مع منير كمدرب، كيف تشوفه كمدرب؟ ربما ما هي الخصوصيه تاعو، نقاط القوه تاعو في التعامل مع اللاعبين؟ درك منير عنده كان كلاعب عنده شخصيه، كان كابيتان ديكيب، عنده الى غاني بوكو تيتر، ربح بوكو تيتر مع مع لوسما، لعب مع المنتخب على 50 دو سيليكسيون. يعني ما واش انا راح نقدم اليوم منير زغدود للانصار اتحاد الجزائر، ودرك ان شاء الله انا نتمنى له اون غروند كارير دونترينور على اوتور دو لا كارير دو جوور ان شاء الله، اي انكور بلوس ان شاء الله.